اهلا بحضراتكم مين جديد. طيب اتكلمنا عن الاستاد واتكلمنا عن حلم جمهور النادي الاهلي بهذا الصرح الرياضي الكبير، نتكلم بقى على مشوار فريق كره القدم في النادي الاهلي. عندنا جزئين في هذا المشوار، مشوار محلي ومشوار افريقي. مشوار المحلي طبعا في تفاصيل كتيره، مباريات كل 48 ساعه، الفريق يخلص مباراه يريح يدخل معسكر يلعب، وعندنا مباراه سان داونز الذهاب والاياب خلال شهر مايو الجاري، وفي كلام كتير في هذا الشان. كابتن حشيش، مباراه الاهلي في الدوري، اولا التعادل الاخير مع الجونه وتوالي المباريات والجدول اللي تم وضعه خلال الفتره الاخيره، شايف كل هذه الامور مدى تاثيرها على فريق النادي الاهلي في المباريات المحليه والمباريات الافريقيه والتاثير الاكبر على المنتخبات الوطنيه في فتره قادمه؟ هو طبعا تاثير مباشر، تاثير قوي جدا جدا، شايفينه احنا كلنا من خلال الاداء اللي بيأديه طبعا النادي الاهلي يومين وتلعب الثالث. وبعدين انا بستغرب من الناس بقى اللي يقول لك لازم النادي الاهلي يعمل استشفاء كويس. مهما تعمل استشفاء هتعمل استشفاء ازاي؟ انت النهارده بتخلص بالليل الماتش الساعه 11، تريح ثاني يوم وتلعب يوم يعني معسكر، يعني ما ينفعش باي حال من الاحوال. غير كده كمان انت عارف، انت لو فرقه عاديه بتعمل الكلام ده هتقول ما عندهاش الضغط العصبي، لان الضغط العصبي كمان اقوى من الضغط اللي هو طبعا على العضلات او الضغط البدني. انت مطالب ان انت تكسب، انت مطالب ان انت تأدي، عشان جمهور النادي الاهلي بيبقى عايز اداء وعايز نتيجه. المؤجلات حطاك تحت ضغط مستمر، انت عارف لو بتلعب ماتش وماتش والدنيا باينه، انما المؤجلات انت مطالب تكسبها عشان تتصدر. فكل ده بيسبب ضغط. بنشوف تغييرات في اللعيبة سواء بقصد أو غير قصد. بقصد أنت مثلا شايف واحد مستوى أقل شوية فبتدي فرصة غصبا عنك، في لأن أسباب كتيرة بقى، الإيجاد والإصابة والكورونا والحاجات دي. فطبعا ضغط كبير جدا. أنا عايز أقول أن النادي الأهلي هو ده قدره، لأن النادي الأهلي نادي بطولات ولازم يؤدي كل مباراة على إنها بطولة. طبعاً طبعاً. وعلى العكس أي نادي بيقابل، دايماً أقولها في كل مرة يا أستاذ جمال، أي نادي بيقابل النادي الأهلي بيعتبر الماتش ده بالتحديد بطولة. طبعاً صح صح. يعني يبقى ترتيبه في مش فارقة معاه، المهم بس هو يعني الماتش ده بالنسبة له هو البطولة. صحيح. هو اللي يسوق نفسه كلعيبة. هو اللي هتكتب له في تاريخ، أنا لعبت قدام النادي الأهلي وجبت جون، زي ما كان بيحصل زمان. صح. أيام الشبكة العذراء اللي كان بيجيب جون في النادي الأهلي ده، أيام كابتن التاريخ بيفتكره يعني. فلازم النادي الأهلي يعني طبعا يبقى فيه كلام مع اتحاد الكورة، لأن طبعا أنا مباراة الدوري ماشي على عيني وعلى راسي، إنما البطولة الأهم اللي هو النادي الأهلي بقى بيلعب باسم مصر فيها. تمام. دي الأهم، ودي محتاجة. دخلنا في الجد دوري المجموعات، في فرصة إنك تطلع وتنزل، والمهم تتأهل. دي مباريات إنما رايح جاي دي يعني مشكلة. أكيد. وبعدين أنت خلاص بقى خلاصة المسابقة كلها أو الأندية اللي في المسابقة أقوى 8 موجودين. مظبوط. فأنت يعني لازم يبقى في راحة كويسة قوي، مهما كان اللعيب من مستوى فني ومهاري، الإجهاد أول بيأثر على تركيزه في الملعب، ما بيبقاش قادر زي ما بنقول، الضغط العصبي. عندك مشكلة كمان في المباراة الجاية، إن المباراة الأولانية على أرضك والتانية هناك، هتبقى مطالب منافس من اقوى المنافسين. انا بقول ان ده نهائي مبكر طبعا، وبقول ان شاء الله اللي هيعدي الدور ده ويكون النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله هو اللي هياخد البطوله السنه دي، بالمقارنه بين اللي طبعا الفرق الثانيه. لازم يبقى في استعداد قوي. الاستعداد القوي ده بقى هو اهم حاجه فيه، يكون اراحه اللعيبه فتره كافيه قبل المباراه الاولانيه.